صفقات وتقارب سمات مرحلة جديدة بين الضامنين ودمشق، لنتابع. انتقادات الذي عطلت لقاء سوتشي الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان قبل أيام. صحيفة مقاطعة لودفيكسبورغ أشارت إلى أن أنقرة كانت تأمل في أن تكون صفقة الحبوب مع موسكو بوابة تقود بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا مقابل الحصول على موافقة بشأن احتلال مناطق جديدة شمال سوريا. فيما ذكرت صحيفة وسط ألمانيا الألمانية أنه مهما كانت الصفقة التي أبرمها أردوغان وبوتين فإنها صفقة قذرة على أي حال، حيث يقف بوتين بقوة إلى جانب الدكتاتور بشار الأسد مع إيران، وأردوغان يدعم الإسلاميين الذين يعارضون الأسد ويقاتلوا الأكراد في شمال شرق سوريا، كما يطالب بضوء أخضر لعملية عسكرية جديدة ضد سوريا. وبدت ملامح صفقة جرت في اجتماع سوتشي تتوضح أكثر، خاصة بعد تصريحات أردوغان بعد اللقاء بأن بوتين طرح عليه التواصل مع الأسد وإيجاد حل تخوفاته المزعومة بالاشتراك مع دمشق، معتبرا هذا الطرح الأكثر واقعية. ومؤخرا بدأت المواقف الرسمية التركية تغير من لغتها ونبرتها تجاه دمشق، والتي بدت مختلفة بشكل كبير عن السابق، وخاصة بعد إعلان وزير خارجية النظام التركي جاويش أوغلو استعداد أنقرة للتعاون مع حكومة دمشق لمواجهة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات قسد، وأخيرا تصريحات أردوغان. واستنادا إلى تصريحات مسؤولي النظام التركي وعلى رأسهم أردوغان، فإنه من الممكن أن تبدأ مباحثات بين حكومة دمشق والنظام التركي في وقت ليس ببعيد كما توقع ذلك مراقبون، وبالتالي ستكون تركيا عادت في علاقاتها مع سوريا إلى المربع الأول وستكون طبيعية، فيما سيتخلى النظام التركي عن دعمه لما تسمى المعارضة وسيبيع الشمال السوري لحكومة دمشق كما فعل سابقا بحلب. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع من تكساس أرحب بالدكتور محمود عباس باحث سياسي، وأيضا من الجزائر أرحب بالسيد سمير سطوف المنسق العام للتجمع الوطني السوري الموحد. أهلا بكم ضيوفي الكرام في هذا المحور من هذه الحلقة من حديث اليوم. عدة نقاط سنناقشها اليوم، البداية من التصعيد في شمال وشرق سوريا، وأبدأ من الدكتور محمود عباس. هل التصعيد تصعيد الاستهداف بالمسيرات هو أحد نتائج سوتشي بين أردوغان وبوتين؟ وأهلا بك من جديد. تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. أظن عمليات يعني الاتفاقية التي جرت بين بوتين وأردوغان أستطيع أسميها ليس اتفاقية بالحقيقة، وإنما خلاف تم تغطيته بسماح لتركيا يعني عملية استنزاف لمناطق الشرق شمال يعني مناطق الإدارة الذاتية. أظن هذه الاتفاقية أو هذه البند كان قد طرحت في مؤتمر طهران الحقيقة، والذي اعترضت عليها إيران بقوة. لا أظن أن هناك أي تنازل من جانب الروسي في الاتجاه في حول مطالب أردوغان، لكن على خلفية الإصرار وتكرار أردوغان لوضع خطط جديدة بديلة عن الخطط التي ترفضها روسيا، سمحت بهذه العمليات أو عمليات الاستنزاف التي تجري. لكن الإشكالية ليست هنا، الإشكالية هي ما تم الحديث حوله أو بدأت تروج كثيرا أن هناك تقارب تركي وسلطة بشار أسد. طبعا هذه العملية سوف لن تؤثر على الإدارة الذاتية بقدر ما ستؤثر على المعارضة السورية، والتي عليها الآن أن تبحث عن مخارج لذاتها. بإمكان أردوغان أن يعقد صفقة مع روسيا على سبيل المثال، أن تبيع مناطق إدلب أو المنظمات الموجودة في إدلب مقابل مناطق مثلا تأخذ منها كتل رفحت أو المنبج. هذه الصفقة هي الأكثر تداولا حتى ولأن الإعلام لا تبحث فيها ولا تتحدث عنها، ولكن يعتقد أن هذه قد تكون من أحد الصفقات القادمة أو كما يقال الخطة الثالثة لأردوغان.
كما نعلم أن الخطة الأولى والثانية لم ينجح فيها أردوغان. الخطة الأولى بحيث عملية الاجتياح لمناطق شمال سوريا تم رفضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران والدول الأوروبية بشكل عام، يعني تم رفضوا هذه العملية. الخطة الثانية التي عرضها أردوغان في طهران أيضا على منطقة رفحت ومنبج وأيضا رفضت. ولذلك يعتقد أن هذا الحديث الجديد الذي بدأ يتداول أن هناك تقارب بين السلطة قد تكون الخطة الثالثة. يعني عمليا هنا الصفقات الموجودة بيد أردوغان جميعها استنزفت. الصفقة الوحيدة التي لا تزال موجودة فيها أن يبادل المعارضة السورية باحتمالية السماح له بمثلا منطقة رفحت أو المنبج. كما نعلم أن منطقة شرق الفرات أصبح لا يتحدث فيها لأن الاعتراض الأمريكي كان اعتراض أو الرفض الأمريكي نستطيع أن نقول. دكتور محمود لا يتحدث بها، ولكن هناك تصعيد بالمسيرات التركية، يعني اليوم هناك مناطق حتى منازل المدنيين في اليوم ما حدث في عدة نقاط في القامشلي في عمودة، هناك عدة نقاط ومنها منازل مدنيين. هنا التساؤلات حول هذا التصعيد، هل تحاول أن تجر المنطقة نحو معركة ما؟ هي عملية يعني هذه الخطة موجودة لدى أردوغان بإمكاني أو لو يعني تسمح له الظروف الدولية بخلق فوضى في المنطقة سوف لن يتردد ولا لحظة. يعني عمليتها يعني عملية القصف المتواصل لمناطق شمال شرق فرات أو مناطق الإدارة الذاتية هي عملية استنزاف. هذه النخط أو نستطيع أن نقول أحد الصفقات الأخيرة التي لا تزال بيد أردوغان والتي لا تعترض عليها روسيا ولا تعترض عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في حال التصعيد أو في حال خلق حرب جديدة في المنطقة قد تؤدي إلى اعتراضات مستقبلية. لذلك يقوم بخطط محددة أو يعني استهداف مناطق محددة بحيث لا تؤدي إلى حرب شاملة. لكن هذا العملية استنزاف لا أستبعد أن تكون قد عرضت على بوتين وبوتين وافق عليها، لكن هل الولايات المتحدة وافقت على هذه النقطة حتى الآن غير واضحة. وأظن هذه تتطلب من الإدارة الذاتية التبيان حول هذه الخلفية، هل الولايات المتحدة يعني سمحت بأن الطائرات التركية أن تقصف يعني بشكل بعلاقة دبلوماسية ما بحيث تكون بديلة عن عملية الاجتياح أم لا؟ وبشكل عام نعم. طبعا أردوغان سوف يستمر بعملية القصف إلى أن يجد الخطة بديلة عن هذه القتل العشوائي الذي يقوم به والتي تؤدي إلى قتل المدنيين أكثر ما تؤدي إلى قتل القوات العسكرية. يعني طيب دكتور محمود سأعود إليك فيما يخص القراءة الأمريكية حول يعني التطورات الأخيرة والتصعيد الأخير من قبل تركيا في شمال وشرق سوريا، وأنتقل للسيد سمير سطوف المنسق العام للتجمع الوطني السوري الموحد من الجزائر. مساء الخير عن جديد. الدكتور محمود ذكر عدة نقاط وخاصة موضوع مقايضة معينة وهي إدلب، تسليمها أو إعادة سيطرة الحكومة السورية والقوات الحكومية على إدلب. كيف تتابعون التقارب بين أنقرة ودمشق منذ عام 2016 ولغاية الآن، مراحل التقارب؟ أولا تحية لضيفك محمود للسادة المشاهدين. طب عن أي قضية لازم شوي منذ بداية الثورة والقوى الإقليمية برمتها وعلى رأسها تركيا والقوى الدولية، يعني كانت مطية للقوى الدولية في إجهاض الثورة السورية لأن لا تريد إنجاز التغيير الحقيقي وبناء والانتقال بسوريا إلى دولة الحداثة والمواطنة، وهذا كان سلوك معروف وتنبهنا له منذ البداية. لكن حجم التكاتف الدولي في استهداف المعارضة السورية وتبويء مغتصبين لصدارة المشهد التمثيلي للمعارضة السورية
كان كبيرا جدا في ظل انعدام الإمكانيات لدى الثوار الحقيقيين لأصحاب القضية. الانعطاف الكبير بدأت من مسار أستانا، وتحديدا بعد إسقاط الطائرة الروسية. أصبحت تركيا استمرارا للنهج السابق الذي كان محدد بمنع إنجاز التحول الديمقراطي. كل الدول لا تعادي في سوريا إلا إنجاز التحول الديمقراطي، لأنه لا يتحملون تداعياته لا على المنطقة يعني في الإقليم ولا على الأنظمة العربية الأخرى. بدأ مسار أستانا الثلاث. منذ مسار أستانا الضامنون الثلاث لم يضمنوا إلا المزيد من إهراق الدماء السورية والمزيد من الدمار، وأصبحوا يقايضون. وهنا يعني أتفق مع الدكتور محمود، المقايضات قائمة على قدم وساق منذ زمان، بعد أن أخرج السوريون من مسرح التأثير في صياغة مستقبل بلدهم أصبحت المقايضات على قدم وساق. مناطق خفض التصعيد وتسليمها للنظام، أليست كانت الضامن تركيا وإيران وروسيا؟ يعني أفهم أن إيران وروسيا منخرطين في المعسكر المعادي للثورة، بس الضامن التركي ما هو دوره؟ كان دوره تمهيدي لتسليم هذه المناطق بدءا من حلب والغوطتين والجنوب السوري وحمص بس في قسم من المعارضة وقسم منيح من المعارضة سيد سمير يرى في تركيا هي الراعي الرسمي للمعارضة السورية والداعم الوحيد والأوحد لها، وهي الوحيدة التي وقفت مع الشعب السوري. طبعا أنا أقتبس بعض تصريحاتهم أو بعض آرائهم اليوم. كيف تنظر المعارضة للمواقف التركية الأخيرة، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية التركي تشاوشوغلو عن استعداد أنقرة لتقديم أي دعم سياسي لدمشق، وأيضا الحديث عن محاولة تقارب، يعني تأخذ دور الوسيط روسيا. بالإضافة في شيء جديد أيضا، في حديث بعض الصحف تتحدث عن مكالمة مرتقبة بين رجب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد. سيدتي، المعارضة هي دائما نحن نسميها معارضة سورية مصنعة، مرتبطة، مرتهنة، تابعة. يعني أنا قلتها في وجههم أنهم يناضلون من أجل الحفاظ على مواقعهم في مرتبة عملاء. طب كيف سيكون موقفهم بعد هذه المواقف الأخيرة برأيك؟ يعني يخجلوا وسيجدون تبريرات. صدقيني أن يعني السوركيين كما جردت العادة على تسميتهم، السوركيين لو السيد أردوغان يقول لهم أن الانصهار مع النظام والخضوع للنظام مسألة يعني يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لنظر وراهنوا على ذلك. هؤلاء خارج مسرح التأثير أصلا. الصف الثوري في الجنوب السوري، في الشمال السوري بما في غرب الفرات طبعا، في يعيش حالة غليان ضد السلوك التركي، حالة غليان حقيقية، لأنه أصبحت المسألة فاقعة وواضحة أن أنقرة ستقايض، أن السيد أردوغان، حزب العدالة والتنمية، النظام التركي سيقايض على من أجل مصالحه الانتخابية. يعني نحن أنا حتى ولو كان هذا في سياق الحديث، نلاحظ منذ فترة طويلة كيف يعامل اللاجئ السوري في تركيا، في ظل أنه محروم من أي حق من حقوق اللجوء، يتم اضطهاده والوحشي أحيانا على المخطط التركي المعلن في أنه تهجيرهم إلى داخل سوريا، بالوقت اللي يدرك النظام التركي أكثر من غيره أن هنا يدفعهم إلى الموت،
يصدرهم إلى الموت. سأعود لهي النقطة سيد سمير، يعني تداعيات اليوم المقايضات على اللاجئين السوريين في تركيا أو حتى السوريين مثلا من إدلب أو النازحين إلى إدلب، سأعود على تداعيات هذه المقايضة، ولكن سأعود للدكتور محمود. دكتور محمود، هل المناخ مناسب برأيك أو الظروف مناسبة أو تتيح أو تمهد الطريق اليوم للتقارب بين دمشق وأنقرة؟ طبعا المصالح دائما تفرض ذاتها، يعني مصالح تركيا يعني تركيا مستعدة أن تتنازل عن جميع النقاط أو جميع البنود التي عرضتها على إيران أو على روسيا، فيما إذا وافقت سلطة بشار أسد على أنه يعني بالتنازل عن المعارضة السورية، بحيث تسند تفرض أو تسمح لروسيا بأن تحتل مناطق من مناطق من شمال سوريا بشكل عام. يعني طبعا العملية مو عملية أنه هل الظروف تسمح أو لا، العملية هي منطقة المصالح. يعني كما نرى أن تركيا استخدمت عملية القمح الأوكراني لتفرض شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية والناتو وروسيا بحيث تحصل على بعض النقاط، ولكن هذه العملية أيضا لم ينجح فيها أردوغان. النقطة الأخرى يعني نلاحظ أن إشكالية تهجير السوريين من أو إعادة السوريين تحت مظلة أنه اختيار العودة تأتي إلى سياقين، أنه أولا يا أما هؤلاء اللاجئين السوريين بدهم يدخلوا بالجيش التي سوف ينظمه أردوغان في حال عملية الهجوم على المنطقة، أو ستقيم لهم مخيمات ضمن المناطق الكردية، يعني عمليا سوف يبعثهم إلى شبه مجاعة. ولذلك هذه الصفقة قد تكون ملائمة لبشار أسد بحيث يكون ضغط على المعارضة السورية الخارجية والداخلية أيضا ليعود إلى مناطق إدلب والمناطق الأخرى. يعني عملية مصالح، بإمكان تركيا أن يعني تترك كل المعارضة السورية من أجل صفقة الاحتلال المناطق الكردية، وبالمقابل بشار أسد أيضا بإمكانه أن يتخلى عن منطقة من الشمال بحيث يستطيع أن يعود إلى المنطقة أو يأخذ منطقة إدلب بأكملها. يعني عملية تبادل صفقات في هذه الظروف قد يعني ينتهج هذا المنهج الماكيافيلي حقيقة. نلاحظ قبل شهرين كمثال على ذلك، قبل شهرين صار هناك امتعاض من بعض المنظمات أو بعض الفصائل المعارضة الموجودة في عفرين على أن تركيا لا تدفع رواتبهم. صحيح. وكان هي عملية ضغط من قبل تركيا بحيث ترضخ لبعض الشروط لهيئة تحرير الشام، هيئة تحرير الشام والتي هي كانت تابعة للقطر، بحيث تقبل بعض الشروط، اما تتراجع بعض مناطق ادلب بحيث تخلي للنظام وعمليه اخلاء نظام تكون صفقه لروسيا تسمح لها بدخول ادلب والترفعات. اظن هنا قطر دخلت في الخط ودفعت الرواتب هؤلاء بحيث ان لا تتغير المعادله او الصفقه الموجوده اللي كانت في سوتشي 15 او الاتفاقيه سوتشي 15 بين تركيا وروسيا. اذا ظلت المناطق الجغرافيه كما هي، لكن لا يعني هذا ان في المستقبل فيما لو صارت هناك ضغوطات على روسيا ان تقوم بهذه الصفقة أو تعادل بين السلطة وبين تركيا. طبعا لوجود صفقات، والمطمع الروسي ليس هي فقط داخل سوريا، وإنما أن تستطيع عن طريق تركيا بالضغط على الناتو وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. عمليا كل الصفقات التي تجريها روسيا مع تركيا هي رسائل موجهة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. يعني عمليا هنا وهنا كيف يقرأ الأمريكيون دكتور محمود بالضبط هذه الرسائل؟ يعني في قمة طهران وبعد قمة طهران كان في حديث روسي إيراني تركي، يعني الثلاثة قالوا على القوات الأمريكية أن تخرج من سوريا لأنها غير شرعية ومن هذا الكلام. كيف اليوم تقرأ
واشنطن. هذه الرسائل بالإضافة إلى أنه نحن نعرف اليوم في موضوع الصين وتايوان، في موضوع أوكرانيا، ولكن هل سيكون هناك تدخل معين من واشنطن يعني لترجمة هذه الرسائل بشكل معين؟ الولايات المتحدة لحد الآن تتمسك بما صرح به أنتون بلينكين قبل شهور عندما أول تصريح صدر من أردوغان على أنه سوف يقوم بعملية الهجوم، وكان تصريحات عدة خرجت من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، ولكن تصريح بلينكين كان واضحا على أن أي زعزعة لمنطقة سوف يؤدي إلى عودة داعش، وهذا ما عملنا عليه طويلا لئلا يحدث مثل هذا، ولذلك أي هجوم من قبل تركيا سوف يكون غير مرغوب من قبلنا. طبعا كانت رسالة دبلوماسية قوية، ولذلك بعد هذا التصريح لا يردون على أي إشكاليات أو تصريحات إعلامية تصدر، لأنها لا تؤثر، وهم على قناعة أن هذه عبارة عن فقط دعاية إعلامية لن تؤدي إلى أي عملية، يعني خطوات عملية على الأرض. يعني يعرفون الموقف الأمريكي بشكل واضح، وأنا أتوقع أن روسيا أحد الجوانب التي تمنع روسيا من تمنع تركيا من الهجوم على تل رفعت والمنبج، أن هناك ممانعة أمريكية في المعادلة. يعني هذه أيضا من أحد النقاط التي أظن تكرر روسيا اعتراضها عليها. ولكن العملية الولايات المتحدة الأمريكية عندما لا تقوم بتصريحات أو ردود فعل أو رد على النقاط جاءت طبعا بشكل عام، أن رد على المستوى أن نقول على المستوى هيئة البيت الأبيض، ولكن جاءت الردود من الكونغرس الأمريكي. أحد الردود كانت عندما رفضت عقد الصفقة أو الصفقة التي تحدث فيها بايدن، صفقة F-16، كان رد كبير على تركيا. الرد الثاني نعم أسمعك جيدا تفضل. الرد الثاني حقيقة كان عندما حاولت تركيا أن تعترض ثانية على دخول فنلندا والسويد إلى الناتو، لكن الرد الكونغرس كان قويا، تقريبا شبه إجماع وافقوا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وكان هذا طبعا ثقل سياسي كبير، وكانت رسالة لتركيا أنه أي اعتراض على أو اعتداءات على مصالح أمريكا في المنطقة، على مصالح الناتو في المنطقة، سوف تكون ردود الفعل قوية. وطبعا المصالح الأمريكية هي من أحد مصالح الأمريكية وجودها في شرق الفرات، يعني هذه العملية، يعني أي اعتراض تركي أو خطوات تقوم بها حسب ما تم الحديث فيه في مؤتمر طهران، أو حتى ما تم الحديث ما بين بوتين وأردوغان على أساس أن الوجود الأمريكي في المنطقة خطر ويجب أن تخرج، فأي رد عملي لهذه النقطة سوف تكون ردودها أمريكية، حينها سوف نرى يعني ردود أمريكية إن كانت بشكل عملي أو كانت على المستويات الدبلوماسية يعني الإعلامي. نعم طيب سيد سمير، يعني أعذرني طولنا عليك شوي. الخارجية الروسية الخارجية التابعة للحكومة السورية قالت أن سوريا لا تفكر بأي حوار مع أنقرة ما لم تسحب تركيا جنودها من كامل الأراضي السورية وتوقف دعم الإرهابيين وتكف عن الانتهاكات المتكررة بحق السوريين. هذا التصريح يوافق ما تفضل به الدكتور محمود حول تسليم إدلب للحكومة السورية. هل من الممكن أن نشاهد سيناريو كما حدث في الجنوب، تسويات في إدلب، وأن فعلا أن تتسلب اليوم إدلب وشمال حلب للحكومة السورية؟ إلى أي درجة هذا الموضوع فعلا قائم وممكن أو قريب؟ لا، على مستوى التوقعات لا شيء مستغرب، لكن تصريح جهة سورية أنا أعتقد أنه للمشاغلة ولا تمتلك قوة حتى التنفيذ لو أرادوا، لأنه هاي أمور بيكون متفق عليها مع الوصيين على النظام السوري سواء الروسي أو الإيراني. لكن الذي يبادر اليوم صحيفة تركيا و
وصحيفة تركية هاي مقربة من النظام التركي أشارت إلى إجراء مكالمة هاتفية بين أردوغان والأسد أشارت إلى وعلى أنه يجب أن يتم التنسيق بين طهران وموسكو وأنقرة والنظام السوري لمحاربة الإرهاب. أنا أستغرب أحيانا ما معنى هاي المكالمة، محاربة الإرهاب محاربة من؟ الطفل المدلل بالنسبة للنظام التركي هو جبهة النصرة بكل بشاعاتها اللي معروفة. هل هي تعتبر إرهاب ولا لا؟ أم أن الإرهاب فقط هو شرق الفرات؟ مع شرق الفرات خط أحمر بالنسبة لتركيا، لا تستطيع أن تقدم خطوة واحدة ما لم يكن هناك موافقة أمريكية. لذلك تم الاقتصار من على طول الشريط الحدودي 30 كيلومتر، وهذه ما بعرف شو معناها وما تعنيه من تغيير ديموغرافي حقيقي في عموم سوريا وتثبيت للتغيير الديموغرافي اللي قامت فيه طهران وهجرت الناس من كل مناطق سوريا إلى الشمال السوري. ما معنى 30 كيلومتر؟ اقتصرت على رفعت ومنبج، ربما تسليم جزر مناطق في إدلب. المسائل ستتم بشكل رويدا رويدا إلى أن ينضج الحل السياسي، المخرج للحل السياسي الذي لا يوجد أي مؤشر أنه سيكون الشعب السوري والثورة السورية. فالمسألة أعتقد أنها يعني عندما نسمع، سمعنا بوتين يقول إن قمة سوتشي ستأتي برياح تغيير في عموم المنطقة. يعني لا أدري قد هذا التصريح. أردوغان يصرح طيب. علنا نحن بنعرف انعكاس ذلك. نعم النظام يصرح علنا لذلك. واضح أن هناك مؤشرات ونتائج من هذا الاجتماع الأخير الذي جمع بوتين وأردوغان، انعكاس ذلك على اللاجئين السوريين في تركيا وأيضا على السوريين في المناطق التي تحتلها تركيا. يعني اليوم عم نتحدث عن تحديدا إدلب وشمال حلب، انعكاس ذلك عليهم إذا كان رح يصير في تسويات مثل الجنوب، يعني هي أحد السيناريوهات. ماذا بالنسبة أيضا للفصائل الأجنبية؟ يعني هناك فصائل أجنبية غير سورية، مصير كل ذلك سيد سمير؟ صدقيني أن المقايضة لا تعبأ على الإطلاق بمعاناة السوريين. كل المقايضات تتم على حساب السوريين. تركيا مستعدة تبيع القيم والمبادئ كلها في سبيل يعني الحفاظ أن يحافظ هذا وهو مقدم على مرحلة انتخابات. اللاجئين السوريين أصبحوا ورقة مقايضة انتخابية في تركيا، سواء من المعارض أو سواء من حزب العدالة والتنمية. المقايضات آخر ما تعبأ به هي وضع الشعب السوري في الشمال، المعاناة اللي عم بيعانيها شعبنا السوري في الشمال مريرة ويعني لا يتحملها بشر. كل مظاهر الفساد قائمة، والاغتصاب، الاختطاف، السرقة، النهب، الفساد، ليس هناك موب واحدة من موبئات الدنيا ككل إلا و المخدرات. لا نعد السوري يعاني ولن يختلف الأمر عليه كثيرا إلا في من باب أنه إلى أي مدى سيكون حجم المقايضة التي كلها ستأتي على حساب السوريين، كل السوريين بكافة أماكن تواجدهم. وعندما ينهج النظام هذا نحن لاحظنا التموضوع الجديدة في النظام التركي، التقرب من الإمارات، التقرب من السعودية، التقرب من مصر، التقرب من كل الخطوط الحمراء اللي عنده أصبحت خطوط ليست خضراء، بيضاء على صفحة واضحة لا رادعة له أمام مصالحه. أتفهم
أن يحرص النظام التركي على مصلحة تركيا، لكنني لا أتفهم التركيين كيف يخنعون إلى كل هذا القدر من الخلوع. بالنهاية السيد سمير، التقارب بين الدول يعتمد على المصالح وليس يعني الخطابات التي تتحدث عن الإنسانية والأخلاق التي كانت تركيا تتحدث عنها عندما قالت أنه هي تحمي السوريين، لأنه على ما يبدو مصالح كالأمن القومي الذي تتذرع به هي أهم من خطاباتها السابقة عن حماية السوريين. أعتذر عن المقاطعة هنا، ولكن أريد أن أنهي مع الدكتور محمود لأنه الوقت الخاص لل... نعم تفضل. بعد ثورة سورية هذا الموضوع. شكرا. نعم أعذرني، أنا فعلا أعتذر منك يعني على هاي المقاطعة. نأخذ مداخلة صغيرة من دكتور محمود. دكتور محمود، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن بسام إسحاق قال بأنه في لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي ومسؤولين من إدارة بايدن، ويعني وصف هذه اللقاءات بأنه بالمواقف الإيجابية. إلى أين يسير اليوم الضغط التركي من خلال التصعيد بالمسيرات برأيك؟ يعني السيناريو بشكل عام بدقيقة يعني إذا استطعت. حقيقة هي المسيرات التركية ليس فقط عملية استنزاف، وأنا نبهت عليها طبعا هي عملية استنزاف للمنطقة، ولكن هي عملية خلق الفوضى، يعني بحيث أنه تبين للعالم والبين بشكل خاص لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية عن أن المنطقة غير آمنة. عندما أطالب بأن تكون هناك منطقة آمنة أو حدود محمية، يعني ترون أنه كيف هناك يعني قتل على الحدود. يعني تقريبا يحاول يبين أن هذه المسيرات هي عملية رد على ما تقوم به قوات قصد. يعني ولذلك الغاية من هذه المسيرات هي غايتين: الاستنزاف إلى جانب خلق الفوضى والمنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية هنا لن تسمح لتركيا بأي تجاوزات أكثر من هذه، لأنها تؤثر على استراتيجيتها في الشرق الأوسط، وشرق الفرات هي جزء من استراتيجيتها في الشرق الأوسط واستراتيجيتها المواجهة لروسيا. يعني عمليا الشرق الأوسط أصبح جزء من صراع الناتو في أوكرانيا، فأي تنازل إن كان من قبل روسيا أو من قبل أمريكا للبعض تعني التخاذل أو الضعف أمام الطرف الآخر. ولذلك تركيا لن تستطيع أن تؤثر بالطرفين أو تأخذ مستحقات من هذه من الطرفين بحيث أنه تفرض ذاتها عليهم. أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو لم يكن هناك أي وفود من قوات قصد سوف تظل محافظة على منطقة شرق الفرات من أجل مصالحها ومن أجل يعني قادم وجود قواتها في منطقة شرق الأوسط بشكل عام ومواجهة روسيا في المنطقة. تركيا تفهم هذه النقطة بالضبط، ولذلك حتى نلاحظ أن تركيا بدأت الصراع بينها وبين إيران، بدأت تظهر بعض الخلافات بينها وبين إيران حول المواجهة في المنطقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر. أيضا أعتذر منك على المقاطعة لكن تجاوزنا الوقت المخصص لهذا المحور. جزيل الشكر لحضرتك دكتور محمود عباس الباحث السياسي من تكساس. وأيضا أشكر من الجزائر المنسق العام للتجمع الوطني السوري الموحد السيد سمير سطوف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، مع نهاية هذا المحور ننتقل إلى المحور الثاني ولكن بعد الفاصل.